إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ولا نكفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فيا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير وأحب إلي من الدنيا وما فيها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة عن هذه الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار أي فاعلها. نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يقينا النار حرها وشرها، إنه ولي ذلك مولاه والقادر عليه. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فلقد خلق الله تبارك وتعالى الأرض واصطفى منها بيته الحرام، ففضله على سائر بقاع الأرض، وخلق الله تبارك وتعالى السماوات سبعا، فاصطفى العليا منها لأن فوقها كرسيه جل وعلا. ولقد خلق الله تبارك وتعالى الجنان، فاصطفى منها جنة الفردوس لأن فوقها عرش الرحمن. وخلق الله تبارك وتعالى الملائكة، واصطفى من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل ملك الوحي الذي به حياة القلوب والأبدان، وإسرافيل ملك النفخ في الصور
يوم يقوم الناس من قبورهم للقاء رب العالمين، وميكائيل ملك القطر الذي به يحيى من على وجه هذه الأرض. وخلق الله تبارك وتعالى البشر، واصطفى من البشر الأنبياء والرسل، واصطفى من الأنبياء والرسل الخمسة أولي العزم من الرسل، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. ثم اصطفى من الخمسة أولي العزم من الرسل الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما السلام. ثم اصطفى من البشر ومن الأنبياء والرسل ومن الناس كافة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ففضله على سائر الأنبياء والمرسلين، شرح له صدره ووضع عنه وزره وأعلى له ذكره، زكاه ربه في علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوى، زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في قلبه وفؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه برحمته بالمؤمنين فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت أعداء هذه الأمة يدخلون في دين الله أفواجا كما سأبين لحضراتكم. بل ما خاطب الله تبارك وتعالى حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا في قرآنه، بل خاطب الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم مجردة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كذبت قوم نوح المرسلين، وإلى عاد أخاهم هود، إلى آخر الآيات. وعندما أراد الله تبارك وتعالى أن يخاطب حبيبه ومصطفاه خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إلى آخر الآيات. وعندما ذكر اسمه مجردا قرنه بلفظ النبوة أو الرسالة، قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه هي مكانة النبي عند الرب العلي. بل أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين إذا ظهر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أثناء دعوة هذا الرسول ورسالة هذا النبي أن يترك هذا الرسول وهذا النبي دعوته ويتبع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بل فضله ربه سبحانه وتعالى على الأنبياء بست. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي رواية الإمام البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وهذه خاصية من خصائص أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يصلي يكفيه فقط طهارة المكان ويصلي على الأرض، بل إن الأصل في الصلاة أن يصلي الإنسان في نعاله أو في حذائه، فكانوا يصلون بذلك في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يضربون النعال في الأرض قبل دخول المسجد ثم يصلون في نعالهم. ومن العلماء من إلى الآن إذا دخل المسجد على هذا السجاد يدخل في نعله أكياسا من البلاستيك ويصلي في حذائه، والصلاة صحيحة وليس فيها شيء. فالمسجد كان في عهد النبي من الجريد والخوص، وكان ينزل عليهم المطر، فكانوا يصلون في نعالهم كما بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. فهذه هي مكانة النبي عند الرب العلي. وإن كنا في كل عام في شهر ربيع الأول نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى السؤال، إذا كنا نحتفل بمولده فأين نحن من سنته صلى الله عليه وسلم؟ أصبح القول في جانب والفعل في جانب آخر. نزلت آية في قوم ادعوا محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بآية المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا من طريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ وفي رواية قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كما بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل أقوالنا وأفعالنا ترضي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والواقع خير شاهد. احنا النهارده في امورنا ما عادش حد طايق التاني، لان الانسان حتى بيحب نفسه اكتر من اخوه اللي هو من بطن واحده الا من رحم الله تبارك وتعالى. كثر بيننا الحقد والحسد والتباغض والتضابر والتناحر من اجل دنيا فانيه لا تنفع انسان، لا ربما في الدنيا ولا في الاخره، يخسر دنيته باخره غير. لماذا أيها الإخوة الأحباب؟ وكل هذا مخالف لهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت أعداء هذه الأمة يدخلون في دين الله عز وجل. والأمثلة كثيرة جدا في السنة، لا يتسع المقام لسرد كل هذه الأمثلة. أذكر بعد جلسة الاستراحة بعض هذه الصور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي خلق الجنة والنار
خلق الجنة لمن أطاعه وخلق النار لمن عصاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي صاحبها من النار وتدخله الجنة مع المتقين الأبرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ما ترك باب خير يقربنا من الجنة إلا ودلنا عليه وأمرنا به، وما ترك باب شر يقربنا من النار إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، فصلوات الله وتسليماته عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقدموا للأمام، خلكم في الشارع، تقدموا تقدموا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن زيد بن سعنة وهو الحبر الكبير من أحبار اليهود، عندنا في دين الإسلام نقول عالم إسلامي أو عالم من العلماء، عند النصارى علماء الكنيسة يقال عنهم الرهبان، وعند اليهود علماءهم يقال عنهم أحبار. فهذا الحبر الكبير من علماء اليهود قال: ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا خصلتين، أي شيئين، يعني عرف كل حاجة من علامات النبوة إلا حاجتين. الأولى يسبق حلمه جهلا، أي يسبق حلم النبي صلى الله عليه وسلم جهل من يجهل عليه. والثانية ألا تزيده شدة البطش عليه إلا حلما. فقال زيد بن سعنة: فأردت أن أختبرهما في النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرات أي من بيوته، وكان معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإذ بأعرابي من الأعراب جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قومي بنو فلان حديث عهد بإسلام، المحافظة الفلانية، المركز الفلاني، المدينة الفلانية، القرية الفلانية، العزبة الفلانية، الحارة الفلانية، الشارع الفلاني، لسه داخلين في الإسلام حديثا، ولقد دخلوا في الإسلام طمعا بعد أن أخبرتهم بأنهم لو تركوا الشرك واعتنقوا الإيمان لرزقهم الله تبارك وتعالى العيش غدا طريا، واليوم قد أصابتهم قحط وحاجة، فإن رأيت يا رسول الله أن تعطيهم من بيت المال حتى يثبتوا على الإيمان فعلت. فالتفت نبي الرحمة صاحب الخلق العظيم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا علي، هل عندنا شيء في بيت المال؟ فقال علي: لا يا رسول الله، والله لقد نفد المال كله. فانتهز الفرصة زيد بن سعنة وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، هل تبيعني تمرا معلوما بمال معلوم إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ ده هذا النوع من البيوع كما عند الفقه أو فقه البيوع يسمى البيع بالقسط أو البيع بالأجل. هذا النوع من البيوع جائز بشروط، منها المشتري جاء إلى التاجر ليشتري سلعة، ثلاجة، سيارة، أي شيء، ما ينفعش يقول له كاش بكذا وقسط بكذا، أنت إما تبيع كاش مرة واحدة أو تبيع قسط مرة واحدة، ما ينفعش تبيع بالنوعين، كاش بكذا وقسط بكذا، أنت بقى قسط زي ما أنت عاوز. الشرط الثاني وهذا مهم جدا، اتفقنا على مال معين، إذا تعثر المدين ولم يسدد الدين في وقته لا يجوز للدائن أن يزود عليه المال مقابل زيادة الأيام،
نكون قد دخلنا في الربا، وهذا مخالف لهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أبيعك تمرا معلوما بمال معلوم إلى أجل معلوم، ولكن لا تسمي لي حائط بني فلان. الحائط عندنا في اللغة هو البستان أو الجنة أو الأرض. زيد بن سعنة أراد أن يأخذ تمر رجل فلاح معين بعينه، فربما الفلاح لا يريد أن يبيعك التمر، أنا أتيك بالتمر الكيل المعلوم من أي بستان. فاتفق على 80 مثقالا من الذهب، وبالفعل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من يد زيد بن سعنة، ونادى على الأعرابي ثم قاله: اذهب فأغث قومك بهذا المال. ولم يمضي غير قليل، ما هو البيع بالقصة دوت لمدة، أنا بتفق معك أنها أصلك 6 شهور سنة 2 كما نتفق. ولم يمضي غير قليل من يعني المدة اللي هم اتفقوا عليها ما عدتش أساسا، تمام. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة على جنازة لصاحب الله، ثم اتكى إلى جدار في الظل، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه رضوان الله على الجميع. فأقبل زيد بن سعنة وقد حمر وجهه، وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من مجامع ثوبه، زي ما احنا بنقول كده بالعامية، مسكه من أبته وخنقه خنقا شديدا، كادت أنفاس الحبيب المصطفى أن تخرج بين يديه. بيجي بقى النهاردة، أنت أي إنسان مهما على شأنك استلفت من 1 10,000 جنيه، مش هقولك ما عدتش المدة، تعدى سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر سنين، وحايل على كبار البلد وما تشغل سد الديون، جالك مثلا في ميدان التحرير، في ميدان سرور، في الصعيدي، في ميدان الجمعية، وقام مسكك قدام الناس بهذه الطريقة، أنا أو أنت أو أي إنسان ماذا سيقول له؟ أقل حاجة هتقول له إيه؟ أعلى مفخرك الكاب، أنت ما خدتش عليا وصل أمان، روح المركز الشكين. أي إنسان فينا يعمل كده؟ ما فعل ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع العلم ان الانسان الداي لو ما خدش عليك وصل، ده الكلمه اصلا لوحدها كفايه، ما بتقولش ما هو عشان ما خدش عليك ورق يبقى ده حقه ضاع، ما حدش قال الكلام ده. هو لو ما خدش حقه في الدنيا بالجنيه هياخده في الاخره بالحسنات او السيئات، اما ان ياخد حسناتك او انت تاخد من سيئاته. الله تبارك وتعالى يقول له: خذ منه حتى ترضى. انت متخيل؟ موقف بقى يكون الانسان محتاج حسنه واحده، وربنا بيقول له: هذا كان الذي اكل حقك في الدنيا، خذ منه حتى ترضى. قال لي يرضيه؟ ان ياخد كل حسناته ليه؟ ده اقل حاجه، ويدوله سيئاته كمان. فمن كان له مظلمه عند اخيه فليتحلل منها الان، قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا متاع، كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الناس بتحسبها حساب دنيوي، اما ياخد حقه في الدنيا او حق اخواته في الميراث او يظلم اخته او يظلم اخوه ان هو كده خلاص عدى، ما عدتش والله، لسه في قنطره ولسه في جنه ولسه في نار ولسه في يوم طويل ستقف فيه بين يدي الله عز وجل، وهناك بقى لا ظلم اليوم، ان الله قد حكم بين العباد. ان كنت نفدت في محامي شاطر، ثغرات القانون الوضعي وما الى ذلك، في الاخر ما فيش الكلام ده خالص. حتى ان الله تبارك وتعالى يقتص من الشاة الجلحاء من القرناء، ثم يقول لهم في الآخرة: كونوا ترابا، فيتمنى الكافر حينها أن يكون ترابا حتى يفر من عذاب الله عز وجل. تخيل بقى، يرى هذا المنظر عمر بن الخطاب، وأنتم تدرون ما غيرة عمر، فقال: يا عدو الله، تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع عندما قاله: أدم عليك من حقوق يا محمد، فما علمتكم آل عبد المطلب إلا آل مطل في سداد الحقوق وأداء الديون. وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع: والله لولا أني أخشى فوته وغضبه لضربت عنقك بسيفي هذا. فالتفت نبي الرحمة، هو مخنوق خنقا شديدا، والتفت إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير هذا،
كان واجب عليك أن تأمرني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن السداد وأن تأمره بحسن الطلب أخلاق عليه. فانبهر الحبر، يعني الرجل بخنقه وبشده والوقت ما عداش أصلا، ومع ذلك بيقول ذلك لعمر بن الخطاب. ولم ينتهي الموقف إلى هذا الحد، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يأخذ زيد بن ثعلب إلى بيت مال المسلمين ويعطيه حقه ويزيده 20 صاعا من التمر. فما كان من عمر إلا أن يستجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ زيد بن ثعلب إلى بيت مال المسلمين وأعطاه حقه وزاده 20 صاعا من التمر. فالتفت زيد بن ثعلب إلى عمر وقال له: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني أن أعطيك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء ما روعتك. فقال زيد العمر: ألا تعرفني يا عمر؟ قال عمر: لا. قال: أنا زيد بن ثعلب. قال: حبر اليهود؟ قال: نعم. قال: فما الذي حملك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت، وأن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت، وأنت تعلم أنه نبي آخر الزمان؟ فقال: والله يا عمر، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا خصلتين: الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية ألا تزيده شدة البطش عليه إلا حلما. فاليوم وقد عرفتهما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أسلم الرجل بسبب أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخلاق المسلمين اليوم إلا من رحم الله تبارك وتعالى ربما تصد الناس عن دين الله عز وجل. ربما يكون الرجل مصليا مزكيا، ربما صواما قواما، لا يترك المساجد ويحج ويعتمر كل عام، وإذا جئنا إلى الدرهم والدينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين المعاملة. أنت إذا كان يسر الله تبارك وتعالى عليك وعندك أموال أقرض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه الأموال ستكون لك كل يوم كأنك تصدقت بها، كما بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ أموال الناس يريد سدادها سد الله تبارك وتعالى عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تبارك وتعالى. الأمثلة في مخالفاتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهديه كثيرة جدا، ولا أريد أن أطيل على حضرتكم، فاليوم الجنازات كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. أنا أذكر مثال واحد بس. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أنا هجيب لك مثال الإفراح بتاعتنا بس، مش هجيب لك أكتر من كده، مش هجيب لك حاجات تانية مخالفات أخرى خالص. إفراحنا النهاردة، هل هذا الحفل يرضي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كل إنسان يجاوب مع نفسه، مش عايزك تجاوبني. أنت كده لو وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أنت راضٍ؟ تخيل مثال النبي دخل عليك هذا الحفل، ماذا ستقول له؟ قل لي، سواء أنت أبو العروسة أو العريس أو العريس. النهارده إحنا بنعمل إيه؟ في كارت الدعوة تذكرة. العريس أو أبو العروسة محروج يكتب اسم بنته أو اسم مراته، اللي أصبحت مراته خلاص. يعني يقول لك إيه، نكتب حرف الإيه، حرف الإم، مش عايز يكتب اسمها، الراجل يعني اسم المرأة عورة صح؟
مع ان لو اسم المرأة عورة ما كناش عرفنا السيدة عائشة، السيدة خديجة، السيدة صفية، الى غير الاسماء. طيب ماشي، الراجل ما شاء الله يعني اللي خايف على اهله دوت مش اسمها بس ما تعرفش يعني، مع ان اسمها مش في مشكلة سواء كانت صفاء ولا ولاء ولا دعاء ولا اي اسم. طيب نيجي بقى للحفلة، ما الفرح النهارده باربع ايام، يوم حنة ويوم عند العريس ويوم عند العروسة ويوم في النادي. ومين اللي قال يعني؟ هو الناس اللي ما اتجوزتش في النادي والفرح وما ينفعش مثلا؟ والنهارده ما شاء الله ارقام خيالية، اقل رقم سمعته 17000 جنيه الى 70000 جنيه. الفلوس دي مش هتوصل عنها بين يدي الله عز وجل، ولا انت خلاص صرفتها وخلاص؟ ربما العريس اصلا ما يكونش مش قادر يقوم بالحاجات الاساسيه في الشقه اصلا لغلاء الاسعار وما الى ذلك، ويستلف عشان يعمل الفرح في النادي. طب نروح النادي، ايه اللي حصل بقى في النادي؟ يقول لك العروسه الفرفوشه رزق، صح؟ مش ده اللي بيتقال؟ شاب بيعملوا كده وهاشتاج والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه دوت. مين اللي قال الكلام ده؟ انت مستحيل تطلع اسمها في الكارت، سايبها ترقص قدام الناس كده كلها، مش اللي في النادي بس، ده النهارده في بث مباشر، بيبقى قاعد في بيته بيتفرج على الفرح. والاخر نقول لك ايه؟ الحق يا عم تاني يوم المشايخ، الحق الراجل اتربط. طب يا عم انت رحت للمشايخ من الاول؟ ما هو احنا النهارده ما عندما ربنا تبارك وتعالى يمن عليك بنعمه ما تحاربش هذه النعمه بمعصيه، وكل هذا مخالف. طيب نيجي للفرش، حضرته بيفرش فرح، ماشي يا عم افرح واتبسط، تاخد الطريق كله لحسابك ليه من العصر للمغرب؟ عشان ايه؟ مين قال الكلام ده اصلا؟ ما تاخد جنب من الطريق وسيب الطريق يمر، حادثه اسعاف عايز يمر، واحده مثلا راح المستشفى توقف الطريق عشان ايه؟ ومش ضروري قدام كل فرش يبقى 600000 مكنه. مين اللي قال الكلام ده اصلا؟ كل هذا مخالف. اعطي الطريق حقه كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. انت بتمر بفرش بعزال جايب عروستك من كوافير، خد جنبي يا باشا، خد الجنب اليمين من الطريق وسيب الطريق يمر، مش من حقك تقطع الطريق اساسا. وكل هذه الامور مخالفه الى غيرها الكثير والكثير، لو قعدنا نتكلم مش هنخلص. والاخ يقول لك ايه؟ احنا ربنا بيعمل فينا ليه كده؟ ما هو احنا عندما خالفنا شرع الله تبارك وتعالى وشرع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حلت بنا كل هذه الاموال. ما انت ما تعيش بعيد عن شرع ربنا وتقول لي عيش حنية. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه ونجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فلا بد ايها الاخوه الاحباب ان نحقق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فكما قلت لكم كل الطرق الى الجنه مسدوده الا من طريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمجرمين أعداءك أعداء الدين، واجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد الإسلام. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. ومن أرادها بخير فوفقه لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.